أمام هذا المنظر الحر وهمة السوريين العالية، يتحدى الشعب السوري نظامه في معركة يغلب الدم فيها السيف، ويتبدد بكل صوت فيها ظلمات البعث الكئيبة بعد نصف قرن من الكسوف الإنساني. هذا النظام الذي حول سوريا إلى رقم إنساني وسياسي ثابت لا يعرف التغيير أو التطوير، لكن الشعب قال كفى. وكمال 8/7 جمعة لال الحوار. من هنا وتلبية لدعوة وجهها ناشطون تحت شعار لا للحوار مع نظام بشار الأسد الذي يواصل قمع حركة الاحتجاج الشعبية في مختلف أنحاء البلاد، شهدت عدة مدن سورية تظاهرات حاشدة وصلت في حماة حسب كل التقديرات إلى مئات الآلاف. متظاهرون هبوا بعد الصلاة لتجديد مطالبهم والتأكيد على أنهم لن يعودوا إلى بيوتهم قبل تحقيقها. لم تقتصر المظاهرات على مدينة حماة، فقد خرجت أيضا في جبلة وبانياس من الساحل السوري. تخللها إطلاق نار من قبل الأجهزة الأمنية لتفريق المتظاهرين الذين خرجوا من مساجد الأحياء الجنوبية. وفي مناطق متفرقة من حمص أيضا خرجت مظاهرات حاشدة كمنطقة دير بعلبة في مدينة حمص، قابلها الأمن بإطلاق نار استمر لمدة نصف ساعة بعدما تم تفريقهم بالقنابل المسيلة للدموع. وفي اللاذقية وبالتحديد في حي الرمل الجنوبي هتف لحماة نصرة لها ولإسقاط النظام. أما إدلب فلم تهدأ بعد أن خرج الآلاف من المدينة والقرى في بنش وسراقب وخان شيخون وكفر نبل وتفتناز، هتفت بإسقاط النظام. وكالعادة لم يغب طيف عن المشاركة في حرية البلاد، حيث خرج آلاف الثوار من القامشلي والحسكة، فيما أكد شهود عيان أن حضور الأمن كان كثيفا وغير مسبوق في الساحات التي تشهد عادة المظاهرات، مما أثار انزعاجا لدى الفئات الاجتماعية والأحزاب الكردية بكبت الحريات بالتظاهر السلمي، كما جددت كل من درعا ومناطق ريف دمشق عهدهم للثورة وتحقيق الحرية مهما بلغت التضحيات. وبين إرادة الشعوب وشمس الحرية التي حجبها النظام طويلا، يتهاوى الحكم المتفرد اليوم بعيون السوريين الأحرار أولا، لتكون بداية النهاية لحكم استمر استبداد السوريين طويلا.